بعد أن قمنا بتعريف الشحميات عموماً في المحاضرة السابقة ودرسنا أهميتها البيولوجية وتصنيفها ودرسنا أهم عناصرها وهو الحموض الدهنية، سنتابع اليوم دراسة كيمياء الشحميات وأنواعها وخصائصها ووظائفها الخاصة والمختلفة. بعد الحموض الدهنية تأتي الكحولات، وأهم الكحولات في الشحميات هو الجليسيرول. والجليسيرول كما ترى أمامك ثلاثي الوظيفة الكحولية، أي أن لديه ثلاثة مجموعات هيدروكسيل أو زمر كحولية، ألفا وألفا فتحة وبتا، كحول أولي، كحول أولي وكحول ثانوي، ونيسر الترقيم عادة 1، 2، 3. الجليسيرول كما تشاهد أمامك لا لون له ولا رائحة، مذاقه حلو وهو سائل في درجة حرارة الغرفة، والأهم أنه قابل للمزج بالماء، المزج وليس الذوبان، وتعود هذه القدرة على المزج إلى الخاصية القطبية للزمرة الكحولية، طالما أنه يحوي على ثلاث زمر كحولية فهو قادر على تشكيل ثلاث روابط استيرية مع حموض دهنية، وهذا ما يقود إلى تشكيل ثلاثيات أسيل الجليسيرول 1، 2، 3 تراي أسايل جليسيرول، وما يسمى الدهون المعتدلة. تحدث هذه الإضافة إما أن نضيف إلى الموقع 1 كما نرى، فيتشكل 1 أحادي أسيل الجليسيرول، ثم نضيف إلى الموقع 3 1 3 ثنائي أسيل الجليسيرول، ثم نضيف إلى الموقع 2 3 أسيل الجليسيرول هو الناتج. دائما في عالم الكيمياء التعامل مع الزمر الكحولية الأولية 1 و3 ألفا ألفا فتحة أيسر، ولذلك ستجد لاحقا أنه عندما نتعامل مع ثلاثيات أسيل الجليسيرول في الهضم أو في الاستقلاب سنتعامل أولا مع هذه المجموعات الكحولية الأولية، ومن ثم نتعامل مع المجموعة الكحولية الثانوية. أيضا يمكن أن تبدأ الإضافة بطريقة أخرى كما هو الحال عندما تدرس الاستقلاب، ستجد في الأمعاء أننا نبدأ من الموقع 2، فيتشكل لدي 2 أحادي أسيل الجليسيرول، نضيف إلى الموقع 1 فيتشكل 1، 2 ثنائي أسيل الجليسيرول، ثم نضيف إلى الموقع 3 ليتشكل ثلاثي أسيل الجليسيرول. لاحظ هذه الاختلافات في المركبات الناتجة، و من المهم جدا كما قلنا سابقا عند مصادفة أي مركب من الشحميات أن نجيب على السؤال، هل هو قطبي أم غير قطبي أم متقالب الزمر، بولار نان بولار أور أمفيباثيك. دائما حاول أن تجيب عن هذا السؤال، وهذه اللوحة تحتوي على الأشكال الثلاثة. الشكل، لنبدأ بالشكل غير القطبي. غير القطبي أي أنه لا توجد أي شحنة فيه، وهو ما يمثله ثلاثي أسيل الجليسيرول. طب أين اختفت شحنات الجليسيرول؟ اختفت بالرابطة الاستيرية، دمجت الـ OH بالرابطة الاستيرية، والـ COH في الحمض الدهني دمجت بالرابطة الاستيرية، فقدت هذه القطبية الموجودة فيها. على العكس تماما، الجليسيرول هو مركب قطبي بسبب وجود هذه الزمر الكحولية الثلاثة. أما متقالب الزمر وهو كما شرحناه مع الحمض الدهني، فهو أي مركب يحتوي على زمرة قطبية
وسلسلة طويلة غير قطبية. هنا R1CoOH عبارة عن حمض دهني طويل السلسلة، كل الحموض الدهنية هنا طويلة السلسلة. فإذا أخذنا مثال أحادي أسيل الجليسيرول سنجد أن لدينا سلسلة طويلة غير قطبية، ونجد OHOH قطبية، وبالتالي هو مركب أمفيباثيك متقالب الزمر. نفس الكلام على 1-3 ثنائي أسيل الجليسيرول، 1-2 ثنائي أسيل الجليسيرول، و2 أحادي أسيل الجليسيرول. النقطة الأخرى المهمة التي يجب أن نستوعبها فيما يتعلق بالدهون المعتدلة أو التراي أسايل جليسيرول هي أنها معظمها مختلطة. ماذا نعني هنا؟ أن هذه الحموض الثلاثة غالبا هي حموض دهنية مختلفة. هذا لا يعني أننا قد لا نصادف أو لا يمكن أن نصادف أبدا أن تكون هذه الحموض نفسها، لا يمكن أن تكون أو اثنان منها يكونان متشابهين. الأمر الآخر المهم، تسمى هذه الدهون بأنها دهون معتدلة. لماذا هي معتدلة؟ مرة أخرى لأنها غير قطبية ولا توجد لها أي شحنة على الإطلاق، وبالتالي هي معتدلة الشحنة. الأمر الآخر المهم، هل هذه المركبات هي سائلة أم صلبة؟ هل هي زيوت أم دهون؟ مرة أخرى تذكر الحموض الدهنية هي التي تلعب الدور الأكبر والرئيس والوحيد في كون هذه المركبات سائلة أم صلبة، زيتا أم دهنا، والأمر يتعلق بالروابط غير المشبعة الموجودة فيها. فكلما زادت الروابط غير المشبعة في هذه المركبات كانت المركبات زيوتا سائلة، وكلما زادت الحموض الدهنية المشبعة كانت هذه المركبات دهونا وصلبة. ما هي الخصائص الفيزيائية للدهون المعتدلة؟ كما ذكرنا منذ قليل، الذوبانية هي ليست ذوابة على الإطلاق في الماء تراي أسايل جليسيرول إطلاقا، ونقطة الانصهار هل هي سائلة أم صلبة، زيت أم دهن. كما ذكرنا سابقا الأمر يعتمد على عدد الروابط غير المشبعة في الحموض الدهنية الموجودة فيها. عموما التراي أسايل جليسيرول النقية هي بلا لون، هي بلا رائحة وبلا طعم. لكن لنتوقف قليلا هنا ونستعرض أين يمكن أن نجد الدهون المعتدلة الفاتس أور أويلز، أين نجدها في الحياة في الطبيعة؟ في أجسامنا ستجدها في النسيج الشحمي وهي مخزون الطاقة الرئيس. في الحليب ستجدها أيضا موجودة، في المواد الغذائية موجودة، في السمنة، الدهن، الزيوت المختلفة التي تستخدمها يوميا، هي كلها عبارة عن تراي أسايل جليسيرول، وتختلف كما قلنا في الحموض الدهنية المشكلة لها. سنجد في الطبيعة أن النسيج الشحمي وحليب البقر يكون، وأيضا الزبدة يكون قريب من اللون الأصفر. فلماذا ونحن نقول أنها تراي أسايل جليسيرول وهي بلا لون؟ الحقيقة أي لون وأي طعم موجود في هذه المركبات هو ناجم عن المكونات الأخرى الموجودة فيها، عن المضافات الموجودة إليها. فالنسيج الشحمي وحليب البقر والزبدة يكون مائلا إلى الأصفر بسبب وجود الكاروتينات فيه. نحن نعلم أننا نخزن الفيتامينات الذوابة بالدهون وطلائعها ومنها الكاروتينات في النسيج الشحمي، وهو ما يعطيه اللون الأصفر، وكذلك غنى الحليب والزبدة بهذه المركبات يعطيها اللون الأصفر. أما النكهة والطعم فسببها الوحيد هو أي مضافات منكهة تضاف إلى الطعام أو المواد المغذية. الخصائص الكيميائية للدهون المعتدلة، أهمها تلك الخصائص المعتمدة على وجود الروابط المضاعفة،
وقلنا سابقا أن الرابطة المضاعفة تسمح للمركبات بأن تقوم بتفاعلات الإضافة. أول المركبات أو العناصر التي يمكن أن نضيفها هو الهيدروجين. إضافة الهيدروجين يسمى عمليا بالهيدروجينيشن الهدرجة أو الهاردينينج التقسية، أي أن نحول مركبا أو مادة من سائل إلى شكل أكثر صلابة. ما يحدث حقيقة هو هذه الرابطة المضاعفة، أستطيع إضافة الهيدروجين لها، حقيقة يحدث ذلك بالتسخين وبإضافة بعض المحفزات، فكل رابطة تأخذ 2 هيدروجين وتتحول إلى الشكل المشبع. فإذا كنا على سبيل المثال نتحدث عن الأوليك أسيد، فعندما نشبعه سيتحول إلى ستياريك أسيد وهكذا. هذه العملية موجودة بكثرة في الطب في الصناعة. فمثلا نأخذ الزيوت، هذا الزيت الذي أمامنا، حاول أن تسميه، هذه عبارة عن ثلاثة حموض دهنية، نفس الحمض الدهني، كربون وسبعة ثمانية تسعة، رابطة مضاعفة 10 و7 17 و1 18، ذرة كربون ورابطة مضاعفة وحيدة هو دلتا 1 و7 8 9 دلتا 9 وأوميجا 1 و7 8 كمان أوميجا 9. ما هو هذا المركب؟ ما تسميته الكيميائية؟ عموما هو عبارة عن زيت لأن فيه روابط مضاعفة. بالتسخين وإضافة النيكل كمحفز وإضافة الهيدروجين نجد أن هذا الشكل الزيت قد تحول إلى الشكل المشبع وهو السمن. في الصناعة في أحد أشكال التصنيع وربما يكون الغش فيه، يقولون أن هذه السمنة غير مهدرجة، وهذا حقيقة ليس صحيحا. فأن نحول الزيوت النباتية، وعادة ما تستخدم كثير من المصانع الزيوت النباتية الرخيصة وتقوم بإضافة الهيدروجين إليها بتقسيتها وتحويلها إلى السمن المسمى السمن النباتي، ومن ثم إضافة بعض المنكهات والملونات كالكاروتين وغيره لتتحول الزيوت الرخيصة إلى سمن. وبهذه الطريقة يمكن أن نحول أي زيت بعد تنقيته وتصفيته إلى السمن المعروف. وأيضا يمكن أن نحول الحليب إلى السمن أو ما يسمى السمن البلدي بنفس الطريقة، بأن نعمل على تحويل الروابط غير المشبعة الموجودة في الدهون الموجودة في الحليب إلى روابط مشبعة، وبالتالي تحول الحليب إلى السمن البلدي. لاحظ أننا يوميا نستخدم للأسف الأطعمة المقلية بالزيوت، وقلنا منذ قليل أن الزيوت بالتسخين تتحول من الشكل غير المشبع إلى المشبع، وبالتالي نحن نفقد وظيفتها التغذوية المهمة، ولذلك ينصح بأن لا يتم التسخين إلى درجة كبيرة لأنه بعد ذلك سيتحول إلى مركبات أيضا سيئة ومضرة بالصحة. الأمر الآخر الذي يمكن أن نضيفه أو العنصر الآخر الذي يمكن أن نضيفه هو أحد الهالوجينات. لنأخذ اليود على سبيل المثال، كل رابطة غير مشبعة يمكن أن تضيف ذرتي يود وتعطينا المشتق اليودي، ثنائي يود الحمض الذي أخذناه. ماذا يفيدنا هذا الكلام؟ هناك ما يسمى رقم اليود أو الأيودين نمبر. هذا الرقم بالتعريف هو عدد الجرامات من اليود التي يمكن أن أضيفها إلى 100 ميلي جرام من الدهن أو الزيت، وهو بالتالي يقيس درجة عدم التشبع الموجود. طالما أنه متعلق بالرابطة غير المشبعة، فكلما وجدت روابط غير مشبعة أكثر كلما يعني هذا أنه سيأخذ يود أكثر، وبالتالي
إذا أخذنا حمضا دهنيا مشبعا وأضفنا اليود فسيكون رقم اليود صفر. حاول من خلال ما درسته في المحاضرة السابقة عن خصائص الحموض الدهنية وعدد روابطها المشبعة، حاول أن تعرف أي من هذه المركبات الأربعة ستكون لديه أقل أو أعلى قيمة لرقم اليود. من الخصائص الأخرى للحموض الدهنية غير المشبعة وبالتالي للدهون المعتدلة التي تحتويها أو للزيوت التي تحتويها هي أنها قادرة على إضافة الأكسجين إلى الروابط المضاعفة. هذه اللوحة أمامكم مرسومة بالألوان الزيتية. ماذا يعني ألوان زيتية؟ ما الذي يحدث حتى تتحول هذه الزيوت من سائل إلى هذا الشكل الجميل واللوحة الجميلة؟ وشكرا لصاحبتها على سماحها لي بوضع هذه الصورة هنا. الآن ما الذي يحدث عندما تكون هناك رابطة غير مشبعة؟ فإن الأكسجين يضاف إلى هذه الرابطة غير مشبعة ليتشكل البيروكسيد. معروف أن البيروكسيدات كما ذكرنا في المحاضرة السابقة هي مركبات غير مستقرة، وبالتالي هي ستتفكك مباشرة إلى مجموعة الدهيدات وكيتونات وحموض قصيرة، ستأخذ رائحة. ولذلك أول ما ننشر الألوان أو الدهان سنبدأ باشتمام رائحة غريبة، بعد فترة ستزول هذه الرائحة. كيف زالت؟ حقيقة أن هذه المواد الناتجة عن تفكك البيروكسيدات ستتبلمر من جديد وتشكل هذه الطبقة المقاومة للماء، waterproof، المقاومة للماء، والتي تأخذ هذا الشكل النهائي ويكون تفاعلها مع الأكسجين أو مع الهواء أقل من الأصل لأنها فقدت الروابط غير المشبعة الموجودة فيها. الخاصية الأخرى للدهون المعتدلة هي كيف نكشفها. قلنا منذ قليل أن الدهون المعتدلة ليس لها لون ولا رائحة ولا طعم، وأيضا قلنا الجليسيرول ليس له رائحة. كيف نكشف أن مزيجا ما يحتوي على مركبات حاوية الجليسيرول؟ ببساطة نقوم بالغليان وبإضافة KHSO4 برمنجانات والتسخين حتى الغليان. فإذا كان المركب هناك تراي أثار الجليسيرول، الغليان سيقود إلى الحلمها ويبقى الجليسيرول الذي أيضا بالغليان سيتحول إلى مركب يدعى الأكرولين. الأكرولين مركب ذو رائحة واخزة جدا. إذا أخذنا مزيج وسخنا بوجود KHSO4 وتحول من بلا رائحة إلى رائحة واخزة الأكرولين، نقول أن اختبار الأكرولين إيجابي وأن هذا المزيج يحوي على الجليسيرول. كل الدهون المعتدلة تعطيني اختبارا إيجابيا للأكرولين. من الخصائص الأخرى الكيميائية المهمة للدهون المعتدلة هي الحلمها. حقيقة نستطيع حلمها الدهون المعتدلة كما قلنا منذ قليل بالغليان. الغليان بوجود الأسيدز أو القلويات، بوجود الحموض أو القلويات، وفي الجسم تقوم إنزيمات اسمها الليبيزز أو إنزيمات الليباز المختلفة، كما ستجد عندما تدرس الاستقلاب والهضم والامتصاص للشحميات. هذه الإنزيمات تقوم أيضا بحلمها الدهون المعتدلة أو تراي أسايل جليسيرول. الحلمها ستعطي ثلاثة حموض دهنية، لكن الحلمها بوجود القلويات
نسميها عملية التصبن. لقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الحموض الدهنية تستطيع أن تتفاعل مع القلويات وتشكل ملح راسب هو صابون، ولذلك سمينا الحلمة بوجود القلويات عملية تصبن. هذا الثلاثي أسيل الجليسيرول غليان بوجود الكي أو إتش سيعطيني الجليسيرول الحر وسيعطيني الصوابين بعد أن تمت حلمة الحموض الدهنية وتفاعلت مع الكي أو إتش. الآن هناك أيضا مقياس آخر المتعلق بالدهون، هذا المقياس هو رقم التصبن. بالتعريف كما تشاهد هو عدد ميليغرامات كي أو إتش المطلوبة لتصبين أو لتحويل 1 جرام من الدهن أو الزيت إلى صابون. يقول هنا أنه عبارة عن قياس لطول سلسلة الحموض الدهنية اللي موجودة. كيف هذا؟ نحن نعلم أن كل مركب ثلاثي أسيل جليسيرول، كل مركب ثلاثي أسيل جليسيرول يحتوي على 3 حموض دهنية. طيب يا هل ترى إذا أخذنا 1 جرام من الزيت، لنقول 1 جرام من زيت، لدينا نوعين من الزيوت، أخذنا 1 جرام من كل نوع، أحد هذه الأنواع حموض الدهنية الموجودة فيه قصيرة السلسلة والآخر طويلة السلسلة، أي منهما سيأخذ KOH أكثر، الحموض الدهنية القصيرة أم الطويلة إذا ثبتنا الوزن؟ حاول أن تحسبها. 1 جرام تراي أسيل جليسيرول من حموض دهنية قصيرة سيحتوي على عدد حموض دهنية أكثر من 1 جرام من زيت يحتوي على حموض دهنية طويلة، وكل حمض دهني واحد يأخذ KOH واحد، وبالتالي رقم التصبن يزداد كلما قصرت سلاسل الحموض الدهنية المشكلة للزيت أو للدهن. هناك أيضا رقم الحموضة، كما تشاهد رقم الحموضة هو رقم KOH المطلوب لتعديل الفري فاتي أسيد الموجودة في 1 جرام. هنا لا يوجد حلمها، لا يوجد تصبن، وإنما لدينا كمية من الزيت ونريد أن نفحص رقم الحموضة فيه، يعني عدد الحموض الدهنية الحرة الموجودة فيه، وهو مقياس عالمي لمدى جودة الزيوت المختلفة. تعلمون أن المركبات الكيميائية المختلفة تتعرض للتخرب عندما تؤثر فيها الجراثيم، الأكسجين، الرطوبة إلى آخره. لنتفق على مصطلحات، فيرمنتيشن أو التخمر هو عبارة عن تخرب السكريات بالجراثيم، باتريفاكشن أو التعفن هو تخرب الحموض الأمينية والبروتينات بالجراثيم، رانسيديتي أو التزنخ هو تخرب الدهون المعتدلة بالجراثيم بالرطوبة بالأكسجين. متى تتخرب بالأكسجين؟ متى يتزنخ التراي أسايل جليسيرول يعني الزيت أو السمنة أو الزبدة، متى تتزنخ بسبب الأكسجين؟ أيضا هل الزبدة تتخرب أكثر أم الزيت بالتعرض للهواء، ولماذا؟ حاول أن تراجع خصائص هذه المركبات ومكوناتها لتعرف من يتزنخ أكثر ولماذا، ونوع التزنخ، هل هو بسبب الأكسجين، هل هو بسبب الرطوبة والجراثيم، وكيف تحمي المواد الغذائية من التزنخ. النوع الآخر من الشحميات البسيطة الموجودة في الطبيعة هي الشموع،
وقلنا سابقا أن الشموع عبارة عن استرات حموض دهنية مع كحولات وحيدة الهيدروكسي ذات وزن جزيئي مرتفع، وهي عادة تكون صلبة أكثر من التراي أسايل جليسيرول الدهون المعتدلة، ومقاومة لحلمها أكثر من الدهون المعتدلة. ويمكن تصنيف الشموع إلى عدة أشكال، أولا تروكسز أو الشموع الحقيقية، ويأتي على رأسها كما تشاهدون شمع النحل، وهو الخلية التي تضع فيها النحل العسل. هذه الكحولات شمع النحل عبارة عن البالميتك مع الكحول طويل السلسلة وزن جزيئي مرتفع اسمه كحول الميريسيل. أيضا من أصناف الشحمية الشموع عفوا من أصناف الشموع استرات الكوليستيرول، وهي موجودة في الطبيعة بكثرة، يكون فيه الكوليسترول مع حمض دهني. أكبر الأمثلة عليها في الطبيعة خارج الجسم البشري أتحدث اللانولين، عبارة عن بالميتك أو ستيارك أو أوليك مرتبط مع الكوليسترول في الموقع 3OH، ويشكل غطاء مقاوما للماء في الألياف المغطية للحيوانات ذات الفرو كما تشاهدون. الشكل الآخر من الشموع هو الشكل التخزيني للفيتامينات A الريتينول OH كما تشاهد، و D كوليكالسيفيرول OH لدينا هنا. هذه OH الموجودة هنا وهذه OH تشكل رابطة استيرية مع البالميتك أو ستيريك أو الأوليك ليتم تخزين هذين الفيتامينين داخل الجسم في الأماكن المخصصة. لذلك أول الشحميات المعقدة وأهمها وأكثرها انتشارا في الطبيعة هي الشحميات الفوسفورية، كما قلنا أيضا بالتعريف هي استيرات حموض دهنية مع كحول. هذا الكحول يمكن أن يكون غليسيرول أو سفينجوزين، ثم يضاف إلى ذلك الفوسفات مع أساس نيتروجيني يحوي مجموعة كحول بالتأكيد لترتبط مع الفوسفات برابطة استيرية. إذن حسب الكحول لدينا نوعان من الشحميات الفوسفورية، إذا كان غليسيرول فغليسيروفوسفوليبيد أو الشحميات الفوسفورية الغليسيرولية أو الفوسفوغليسيرايدز، أما إذا كان الكحول سفينجوزين فلدينا سفينجوفوسفوليبيد وأهمها وأكثرها أهمية سفينجوميلينات كما سنجد بعد قليل. سنبدأ الآن بالحديث عن الشحميات الفوسفورية الغليسيرولية. كما نشاهد مرة أخرى نعود إلى الجليسيرول، المجموعات كحولية مشحونة قطبية بإضافة الطاقة يتحول إلى جليسيرول فوسفات، نأخذ B من الـ ATP فوسفات ونحولها إلى ADP وهدينا جليسيرول 3 فوسفات. الجليسيرول 3 فوسفات نضيف له حمض دهني في الموقع الأول فيصبح 1 أحادي أسيل غليسيرول الفوسفات أو أحادي الفوسفات، نضيف أيضا حمض دهني آخر فيتشكل لدينا هذا المركب الذي مر معنا في المحاضرة السابقة واسمه 1-2 داي أسايل غليسيرول 3 فوسفات أو فوسفاتيديك أسيد. وكما قلنا في المحاضرة السابقة فهذا حمض الفوسفاتيديك هو أبو الشحميات الفوسفورية على الإطلاق، ومنها تشتق جميع الشحميات الفوسفورية كما سنشاهد الآن وعندما ندرس الاستقلاب. الآن نقطة مهمة أو نقطتان مهمتان جدا فيما يتعلق بهذه الأنواع من المركبات. النقطة الأولى انتبه إلى أن الجليسيرول هنا قطبي، هنا أيضا الجليسيرول 3 فوسفات قطبي، أما هنا فأضفنا سلسلة طويلة هيدروكربون غير قطبي مع بقية الـ OH قطبية والفوسفات قطبية، فإذا هذا المركب أمفيباثيك. ونفس الكلام ينطبق هنا، هذا المركب أمفيباثيك، لدينا سلسلتان طويلتان هيدروكربون غير قطبية ولدينا جزء قطبي وبالتالي أمفيباثيك. النقطة الأخرى والمهمة جدا، الموقع 2 عادة في الشحميات الفوسفورية الجليسيرولية
يكون بولي انساتشوريتد فاتي اسيد. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن هذا الحمض الدهني وبالتالي هذه المركبات عرضة للتخرب أكثر بفعل الأكسجين وبالتعرض للهواء، لأن تحتوي على روابط مضاعفة بأعداد أكبر من المركبات الأخرى. الآن هذا هو الفوسفاتيديك أسيد، أبو الشحميات الفوسفورية، ومنها اشتق الشحميات الأخرى. طبعا هذا الكلام لا يجري داخل الجسم كما أعرضه هنا، وإنما هذه الطريقة في العرض هي لتيسير حفظ الشحميات الفوسفورية ومكوناتها وبنيتها. فوسفاتيديك أسيد مرة أخرى 1-2 داي أسايل جليسيرول فوسفيت. إذا أضفنا إلى الفوسفيت ممكن أن نضيف أساس أو حمض أميني، إذا أضفنا السيرين أو أضفنا الإيتانولامين أو أضفنا الكولين ماذا يصبح الاسم؟ هذا فوسفاتيديك أسيد، أضفنا له السيرين يصبح فوسفاتيديل سيرين، كولين فوسفاتيديل كولين، إيتانولامين فوسفاتيديل إيتانول أمين. هذه المركبات كما تشاهد تصنف في عالم الكيمياء إلى، إذا كان الكولين هو المضاف فلدينا مجموعة مركبات اسمها ليسيتينات. دائما ابحث عن التسمية، لماذا سميت هكذا؟ الليسيتينات سميت بهذا الاسم لأنها أول ما اكتشفت في البيض، في أحد جزئي البيض. حاول أن تعرف أي جزء، هل هو المح أم الأع، هل هو الصفار أم بياض البيض. الأمر الآخر، لاحظ أننا نضع هنا حرف S أي جمع لستينات وليس لستين واحد، رغم أننا نضيف فقط كولين. نعم إنها مجموعة مركبات، لأن صحيح أنها تحتوي الكولين فقط والفوسفيت، لكن لدينا حمضين دهنيين يمكن أن يكون مختلفين، وبالتالي هناك مركبات عديدة من الليسيتينات. أما إذا كان المضاف هو السيرين أو الإيتانولامين فهذه المركبات تسمى السيفالينات. أيضا لماذا هذا الاسم السيفالينات؟ لأن حقيقة توجد بكميات غزيرة في الدماغ ولذلك أطلق عليه هذا الاسم. وأيضا انتبه إلى التسميات، عندما نقول سيفالينات لأنها توجد بكميات كبيرة في الدماغ هذا لا يعني أنها لا توجد في أماكن أخرى، لا، إنما الغالبية أو أن هذا النسيج يحتوي على كميات كبيرة منها. أي شحم فوسفوري، ننزع الحمض الدهني من الموقع 2 يتحول إلى لايزوفوسفوليبيدز. لماذا لايزو؟ لأنه يقود إلى الانحلال. انحلال ماذا؟ جاءت هذه التسمية من الكريات الحمر. الكريات الحمر غشاءها غني كما كل الخلايا بالشحميات الفوسفورية. بعض الأفاعي وبعض أنواع النحل يحوي سما فيه فوسفوليبيز A2 تقوم بحلمها هذا الحمض الدهني. فلو قمنا بحلمهة هذا الحمض الدهني في غشاء الكرية الحمراء بكميات كبيرة جدا لن يبقى مستقرا، وهذا سيقود إلى انحلال الكريات الحمراء وأي خلية أخرى أيضا ستنحل لو قمنا بذلك. لكن الكريات الحمراء لأنها الأكثر في الدم والأقرب لأن تتأثر بالمواد المختلفة السامة التي تزيل هذا الحمض الدهني. هناك شكل آخر من الشحميات الفوسفورية والتي نحول فيه هذا الحمض الدهني من شكله الاعتيادي RCOH إلى الشكل الإينولي الفاتي الدهيد أو للألدهيد الدهني، يكون بهذا الشكل صيغته. وحقيقة هذا نجده في مركبات تدعى البلازمالوجينز وهي موجودة أيضا في النسج الأنسجة الطبيعية الموجودة في الكائنات الحية. الشكل الآخر من الشحميات الفوسفورية، تعالوا نشتق التسمية، هذا عبارة عن نفسه الفوسفاتيديك أسيد. إذن أنا لدي 2 فوسفاتيديك أسيد، فماذا تكون التسمية؟ داي فوسفاتيديك أسيد، لكن طالما أنه مرتبط فداي فوسفاتيديل. مرتبط مع ماذا؟ انظر في الوسط، عبارة عن جليسيرول، فلذلك الاسم الكامل لهذه المركبات هي داي فوسفاتيديل جليسيرول أو الكارديوليبينز. لماذا كارديو؟ لأنها موجودة بكميات كبيرة في متقدرات
النسيج العضلي القلبي. وحقيقة كل الشحميات الفوسفورية لا تقود إلى تشكيل الأضداد باستثناء الكارديو ليبينز الموجودة هنا، وهي عبارة عن الوحيدة المولدة للأضداد، the only antigenic phospholipid. عندما ستدرس النسائية والتوليد مقرر النسائية والتوليد، ستجد أن أحد أسباب العقم أو الإجهاض المتكرر هو وجود أضداد ضد الكارديوليبين الموجود في الأغشية الخلوي والأغشية المتقدرين. الآن ما هو الشيء المشترك بين هذه المركبات كلها؟ العنصر المشترك، المركب المشترك، هو بالتأكيد الجليسيرول، ولذلك سميت الشحميات الفوسفورية الجليسيرولية، لأن نستطيع أن نعدها: واحد الأب فوسفاتيديك أسيد، اثنين الليسيتينات، ثلاثة السيفالينات، سيفالينات فيها إيثانول أمينوسيرين، الليسيتينات فيها كولين، اللايزوفوسفوليبيد هي نتاج إزالة الموقع 2، الحمض الدهني الموقع 2، البلازمالوجينز هي تحويل الشكل الحمض الدهني إلى الإنول فورم أو فاتي ألدهايد، وأخيرا الكارديو ليبينز رقم 6. هل هذا هو كل شيء في الشحميات الفوسفورية؟ لا، لدينا نوع آخر من الشحميات الفوسفورية، هي السفينجو ميالينز، ومن اسمها السفينجو يعني تحتوي على الكحول، ميالينز أنها موجودة بكثرة في الميالين شيت. هل هذا يعني في غمض النخاعين؟ هل هذا يعني أنها لا توجد غير في غمض النخاعين؟ بالتأكيد لا، لكن كميات كبيرة وتراكيز كبيرة منها موجودة في هذه الأنسجة. الآن ما هو الاسفينجوزين؟ هو أمينو الكحول، إذن يجب أن نتوقع وجود زمرة كحولية ووجود زمرة أمينية. طالما هناك زمرة كحولية إذن هناك احتمال لرابطة استيرية، طالما هناك زمرة أمينية إذن هناك احتمال لرابطة أميدية. كحول رابطة استيرية، كحول رابطة جليكوزيدية، الاحتمال أيضا قائم، الأمينو احتمال لرابطة أميدية. ما هو الاسفينجوزين؟ كما تشاهد عبارة عن كحول مكون من 18 ذرة كربون، يوجد رابطة مضاعفة هنا، يوجد أمينو جروب هنا، وهذه هي الزمرة الكحولية الأولية، ولدينا زمرة كحولية ثانوية. ما سيحدث من تعديلات من الآن ولاحقا سيحدث على الـ NH2 وعلى الـ OH الموجودة هنا. هذا هو سفينجوزين. الآن إذا أضفنا للـ NH حمضا دهنيا برابطة أميدية بين الحمض والأمين، يتشكل لدينا ما يسمى سيراميد. أميد. السيراميد هذا الحمض الدهني الموجود فيه usually saturated مشبع أو mono unsaturated، وبالتالي هو أكثر استقرارا من الشحميات الفوسفورية الجليسيرولية، لأن هناك عدد الروابط غير المشبعة أكثر، وبالتالي التفاعل مع الأكسجين أكثر. الآن أيضا هذا السيراميد نضيف له الفوسفات والكولين فوسفوكولين، فيتشكل لدينا السفينجوميلينات. إذن السفينجوميلينات هي عبارة عن سفينجوزين، مرة أخرى عبارة عن سفينجوزين أضفنا له حمض دهني أصبح سيراميد، أضفنا له فوسفوكولين أصبح سفينجوميلين. لو قمنا بحلمهة هذا المركب بشكل كامل، حلمهة تامة، على ماذا سنحصل؟ سنحصل على الكولين، سنحصل على الفوسفات، سنحصل على الحمض الدهني، وسنحصل على السفينجوزين. إذن أربع مركبات. بينما لو قمنا بحلمهة على سبيل المثال فوسفاتيديل الكولين، على كم مركب سنحصل؟ حمض دهني 1-2، والجليسيرول 3، الفوسفات 4، والكولين 5.
الكارديوليبين سنحصل على جليسيرول 2، حمضين 4، 2 و4 6 مركبات، والفوسفات 7 والفوسفات 8 والجليسيرول 9. إذن هكذا نعرف المكونات بشكل كامل لهذه المركبات. من المركبات المهمة أيضا جدا في البيولوجيا في من الشحميات الفوسفورية فوسفاتيديل الإينوسيتول. فوسفاتيديل الإينوسيتول ستجد عندما تدرس الهرمونات أن بعض الهرمونات يقوم آلية عملها على حل مهد هذا المركب فوسفاتيديل الإينوسيتول ليكون مفسفت إلى مركبين، الإينوسيتول ترايفوسفيت والدايأسايلجليسيرول. هذان المركبان إينوسيتول ترايفوسفيت والدايأسايلجليسيرول يدخلان إلى داخل الخلية ويعملان كمرسال ثانوي. أيضا من المركبات الشحمية الفوسفورية المهمة بليتلت أكتيفيتينج فاكتور، كما تشاهد هذه صيغته ومن اسمه واضح أنها عبارة عن مجموعة العوامل التي تنشط تجمع الصفيحات وحدوث التخثر. الآن الشحميات الفوسفورية لها خصائص يجب أن ندرسها كما درسنا خصائص الدهون المعتدلة. هل الأكرولين تيست إيجابي في كل الشحميات الفوسفورية؟ تفاعلات الإضافة هي ذاتها التي تحدثنا عنها سابقا، ولا تنسى أن كلما زادت عدد الروابط المضاعفة زادت احتمالات تفاعلات الإضافة، وخاصة هنا التفاعل مع الأكسجين وبالتالي تخرب المادة. من يستطيع أن يعطي تفاعلات إضافة أكثر مع الأكسجين؟ سفينجوميلينات أم الشحميات الفوسفورية الجليسيرولية؟ انتبه إلى هذه الفقرة. سفينجوميلينات عبارة عن مادة بيضاء ومستقرة تجاه الهواء لا تتغير، بينما الفوسفوليبيدات الشحميات الفوسفورية الجليسيرولية هي بلا لون عندما تكون طازجة، لكن مع الوقت تتحول إلى صفراء ثم إلى بنية. لماذا يحدث هذا الكلام؟ حاول أن تستنتج مما درسناه، لماذا الاسفنجوميلينات مستقرة ولا يتغير لونها بالهواء في حين يتغير لون الشحميات الفوسفورية مع الوقت باتجاه الأصفر والبني. من الخصائص الأخرى أيضا الشحميات الفوسفورية الحلمة، الإنزيمات التي تقوم بحل مهد الشحميات الفوسفورية وهي مهمة في الطبيعة وموجودة أيضا داخل الجسم بعضها، وأيضا مهمة في حالات الهضم والامتصاص للشحميات. كما تشاهد هذه الأنواع الفوسفولايبيزس هي أنواع متعددة، A1 من اسمها موجودة في البنكرياس والعديد من الأنسجة عند الثدييات، وهي تقوم بحل مهد الحمض الدهني في الموقع الأول، فينتج حمض دهني في الموقع الأول واثنين أحادي أسيل جليسيرول فوسفات البيز سواء كولين أو إيتانولامين أو إنوسيتول أو إلى آخره. الـ A2 تقوم بحل مهد الموقع 2، الرابطة الاسترية بالموقع 2، وبالتالي تعطينا اللايزوفوسفوليبيد والحمض الدهني. البي وهي موجودة في الأمعاء وتقوم بحل مهد الاي 1 ونفس حل مهد الاي 2، الرابطة الاسترية 1 والرابطة الاسترية 2. أما السي فهي موجودة في الأمعاء وموجودة في البنكرياس وتقوم بحل مهد الرابطة ما بين الجليسيرول والفوسفات. أما الدي وهي ليست موجودة عندنا لكنها موجودة في النباتات وتقوم بحل مهد الرابطة ما بين الأساس والفوسفات. هناك عدة نقاط يمكن أن نتحدث فيها بوجود هذا الشكل. الأول الفوسفولايبيز A2، قلنا منذ قليل أنها هي السم الموجود في بعض أنواع النحل وبعض أنواع الأفاعي، وهي السبب الذي يقود إلى انحلال الدم عندما نتعرض للدغات من هذه الكائنات الحية، والسبب أنها تحول هذا الشحمي الفوسفوري في الكريات الحمراء إلى اللايزوفوسفوليبيدز. أيضا
الإيتو موجودة في معظم الأنسجة وتقوم بحلمه هذا الحمض الدهني والذي هو غالبا الأراكيدونيك أو التيمنودونيك. تذكر أين مر معنا الأراكيدونيك والتيمنودونيك وما هي أهم وظائفهما؟ تذكر ذلك جيدا وحاول أن تصل إلى الجواب. عموما لدينا مجموعة من الإيكوسانوئيدات تحدث استجابة التهابية وتضيقات وعائية وتأقية وتحسسية إلى آخره، كلها نخلقها من هذا الحمض الموجود في الموقع 2 بعد أن تتم حلمهته بالفوسفولايبيز A2. الجلوكوكورتيكويدات أو وعلى رأسها الكورتيزول والكورتيزون تعرفونه في الأدوية يسمى ماء الحياة، هو من المواد المضادة للالتهاب. كيف يقوم بذلك العمل؟ هو يثبط الفوسفولايبيز A2 وبالتالي يمنع تشكيل الإيكوسانوئيدات والبروستاجلاندينات، وهذا يؤدي إلى توقف الحالة الالتهابية. النقطة الثانية التي يمكن أن نذكرها هنا، هذا المركب الشحمي الفوسفوري 1-2 داي أسايل جليسيرول فوسفات والإنوسيتول داي فوسفات، يعني فوسفاتيديل الإنوسيتول داي فوسفات. هذا المركب بعض الهرمونات تقوم بتنشيط الفوسفولايبيز سي، فتقسم هذا المركب إلى قسمين 1-2 داي أسايل جليسيرول والإنوسيتول تراي فوسفات، وكلاهما يعمل كمرسال ثانوي داخل الخلايا. على سبيل المثال إنوسيتول تراي فوسفات يذهب إلى المتقدرات والإندوبلازميك ريتيكولم ويحرر شوارد وأيونات الكالسيوم من مخازنها هناك، وهو ما يحدث في بداية التقلص العضلي. أيضا نقطة مهمة جدا، الدي الفوسفولايبيز دي هي إحدى وسائل الحماية التي تحمي النباتات فيها من خلالها نفسها من الحشرات والمواد الأخرى. أكيد في مرة ما في حياتك وجدت أن أحد جذوع الأشجار عليه مادة دبقة، هذه المادة الدبقة هي شكل من أشكال الدفاع وهو يحوي على الفوسفولايبيز دي، وبالتالي أي حشرة أو كائن حي آخر يمكن أن يحاول الهجوم على هذه النباتات بالفوسفولايبيز دي، يقوم بحل البيز يعني كسر هذه الرابطة حلمهة البيز، وبالتالي تتخرب الخلايا لأن الشحميات الفوسفورية المحيطة بأغشيتها لم تعد مستقرة. أهم خاصية في الشحميات الفوسفورية هي أنها أنفيباثيك كما تشاهد. هناك جزء قطبي اللي هو البيز والفوسفات وسلسلتان طويلتان هيدروكربون غير قطبية، لذلك دائما نمثل الشحميات الفوسفورية على شكل رأس قطبي وذيلين هما الحمضان الدهنيان 1 و2. هذا هو تمثيل الشحميات الفوسفورية وهو ما تشاهده عندما ترسم الأغشية الخلوية وأي طريقة من طرائق التآثر مع الماء. هذا مثال عن الشكل الموجود في الغشاء الخلوي، وإن كان هذا الرسم يحتوي على خطأ فادح أرجو أن تدقق فيه جيدا وتكتشف ما هو هذا الخطأ. دعونا نتوقف قليلا عند نقطة الأنفيباثيك هذه. لنفترض أنك كنت تتناول الشاورما وسقطت بقعة من الدهن على قميصك، هل يمكن أن تنظفه بالماء ولماذا؟ نعم أم لا ولماذا؟ أنا سأقول لك لا، ولماذا أيضا سأجيبك لا، لأنه غير ذواب، لأن هذا الدهن غير ذواب في الماء، وبالتالي مهما رميت عليه من ماء فلن يقترب منه على الإطلاق. ما هو الحل؟ لماذا المنظفات الصابون مثلا أو المنظفات الأخرى تستطيع أن تقوم
بعملية التنظيف. ببساطة، كل المنظفات اللي تعرفها، سائل الجلي، سائل الغسيل، الصوابين، السائل، كلها عبارة عن أمفيباثيك، كما تشاهد هنا عبارة عن أمفيباثيك، رأس قطبي وذيل غير قطبي. عندما تضيف هذه المنظفات إلى بقعة الزيت، ما الذي سيحدث؟ سيحدث أن هذا الجزء غير القطبي سيرتبط مع البقعة ويصبح كتلة واحدة، أما هذا الرأس غير القطبي فسيكون بعيدا عن هذه الكتلة، هو يبتعد عنها لأنه ليس ذوابا فيها ولا يقترب منها لأنها ليست قطبية. إذن بعد إضافة هذا المنظف يكون لدينا رأس قطبي خارجي وذيل غير قطبي مرتبط ببقعة الزيت الموجودة هنا. بعد ذلك، يعني بعد الصابون، نضيف الماء. ما الذي يجري عندما نضيف الماء؟ يأتي تيار الماء من ها هنا فيرتبط الرأس القطبي بتيار الماء، يسحبه تيار الماء فيسحب خلفه الذيل الكربوني وبقعة الزيت، وهذه هي عملية التنظيف. وهذا هو نفسه ما يحدث في تنظيف الدهون من على الأوعية والأواني، أواني المطبخ وإلى آخره. النقطة الأخرى أيضا المهمة جدا في ما يتعلق بالحياة والأمفيباثيك هو الاستحلاب. ماذا يعني استحلاب؟ يعني أن نأخذ الكتلة الكبيرة من الزيت، كمية الزيت الكبيرة، ونحولها إلى جزيئات صغيرة. لو تذكرت في المحاضرة السابقة قلنا أن الدهون تتجمع في مكان واحد. طيب، أنت جسمك لماذا ليس ثلثه الأعلى دهون والثلثين الباقيين ماء ومواد ذوابة في الماء؟ السبب هو وجود الأنفيباثيك. بوجود الأنفيباثيك يؤمن لنا، وجود الأنفيباثيك مولكيولز يؤمن لنا طريقة للتآثر مع الماء بأشكال مختلفة كما تشاهد. إما أن تشكل هذه المركبات الأنفيباثيك المثل أو المذيلة، والمذيلة عبارة عن طبقة من الأنفيباثيك بداخلها غير قطبي وخارجها قطبي. هنا تستطيع أن تحمل معها ما تشاء من المواد غير القطبية، وهنا تستطيع أن تتأثر بالماء، فأصبحت هذه المواد غير القطبية موجودة ضمن الماء لكن لا علاقة لها به، هذا الجزء هو الذي يتأثر مع الماء. أو نشكل طبقة، هذا الكلام ينطبق نفس طبقة بقعة الزيت ونفس الذي تحدثنا عليه في التنظيف منذ قليل. هذه بقعة الزيت، هذه المنظفات عندما نضعها ترتبط مع بقعة الزيت، عندما نضيف الماء هذه الأجزاء القطبية تنسحب وتسحب معها قطعة الزيت. ممكن أيضا الشحميات الفوسفورية وغيرها من المركبات الأنفيباثيك أن تشكل طبقة مضاعفة كما تشاهد هنا. في الطبقة المضاعفة يكون فيها المركبات الأنفيباثيك متجهة بحيث جزءها غير القطبي يكون مقابل جزء غير القطبي للطبقة الأخرى، أما الجزء القطبي فواحد إلى الداخل والآخر إلى الخارج. هذا الشكل سيذكرك حتما بغشاء الخلوي الذي تشاهده أمامك، عبارة عن طبقتين من الشحميات الفوسفورية، الجزء غير القطبي متجه إلى داخل الغشاء، الجزء القطبي في جهة يتصل بالوسط الخارجي وفي جهة يتصل بالوسط الداخل الخلوي. طبعا يضاف إلى الطبقة المزدوجة الشحمية البروتينات والسكريات، لكن لاحظ هنا أن السكريات موجودة فقط على الطبقة الخارجية، لا يوجد لدينا سكريات على الطبقة الداخلية للأغشية الخلوية على الإطلاق، فقط موجودة على الوريقة الخارجية أو الجزء الخارجي من الغشاء، وهي تتآثر مع الوسط خارج الخلوي وليس مع الوسط داخل الخلوي على الإطلاق.
هذا ملخص لما تحدثنا عنه منذ قليل عن خصائص الشحميات الفوسفورية في الغشاء. أيضا اللانك سيرفاكتنتس أو المواد الفاعلة في السطح الموجودة في الرئة والمسؤولة عن عدم التصاق الأسناخ الرئوية هي عبارة عن أو جزء منها عبارة عن شحميات فوسفورية. وأيضا يوجد في الصفراء كميات من الشحميات الفوسفورية تساعد على إذابة الكوليسترول واستحلاب الشحميات الغذائية، كما ستدرس لاحقا عندما تدرس هضم وامتصاص هذه المركبات. النوع الآخر من الشحميات المعقدة هي الشحميات السكرية، من واسمها واضح أنها استيرات لحموض دهنية مع كحولات، ولكن يوجد لدينا إضافة مادة سكرية أو جزر سكري. هنا مرة أخرى نعود إلى السيراميد، كما تشاهد عبارة عن سفينغوزين والحمض الدهني مرتبط بالـ NH برابطة أميدية. وتذكر أيضا هنا أن الحمض الدهني إما saturated أو mono unsaturated، إما مشبع أو أحادي اللا تشبع. عموما الشحميات السكرية يمكن أن نقسمها إلى صنفين، كما تشاهد أمامك الصنف الأول neutral glycosphingolipids أو الشحميات السكرية المعتدلة، وهنا يأتي على رأسها السيربروزيدات. طيب لماذا سميت سيربروزيدات؟ عبارة عن سيراميد وكربوهيدرات، إذن الرابطة الموجودة هنا عبارة عن رابطة جليكوزيدية، فلذلك هذا الجزء من الاسم سيربروزايد. أما سيربرو فلأنها موجودة أكثر ما بتركيز عالية جدا في السيربرال. هذه هي أبسط سيربروزيدات. عندما نضيف الجالاكتوز إلى السيراميد برابطة جليكوزيدية بيتا جليكوزيديك بوند فيتشكل لدينا جالاكتو سيربروزيد. إذا كان بدل الجالاكتوز لدينا جلوكوز فلدينا جلوكو سيربروزيد، إذا كان لدينا جلوكوز وجالاكتوز فلدينا. النوع الآخر من الشحميات السكرية هي الأسيديك، واضح من اسمها أنه تحتوي على أسيد وهي ليست نيوترال فهي حمضية. هذا الحمض يمكن أن يكون سلفيت ويمكن أن يكون ما يسمى الN أسيتيل نيورامينيك أسيد أو نانا اختصاره. الآن في الحالة الأولى السلفيت، في حالة السلفيت هو نفسه السيربروزيد الذي رأيناه منذ قليل جالاكتو سيربروزيد، هذا هو نفسه، ولكن أضفنا إليه السلفيت إلى الموقع 3 في الجالاكتوز فأصبح اسمه الشحميات الكبريتية أو السلفو جلايكوسفينغوليبيد أو السلفاتيدات. المهم هنا أن لدينا سلفيت لدينا حمض. الآن لو قمنا بحلمهة هذا المركب كاملا حلمهة تامة، كم مركب سنحصل عليه؟ 1 2 3 4. الشكل الآخر من الشحميات السكرية الحمضية هي ما يسمى الجانجليوزايد، من اسمها جانجليو إذن موجودة في العقد القاعدية. هنا نفس الكلام عبارة عن سيراميد يعني سفينغوزين وحمض دهني أحادي لا تشبع أو مشبع مع رابطة جليكوزيدية، لكن هنا السكريات مختلفة، لدينا سلاسل من السكريات ليس سكرا واحدا. والشرط الآخر هو أنه يجب أن يحتوي على النانا، أو الاختصار الآخر له هو N-acetyl neuraminic acid. إذن حتى نسمي المركب جانجليوزايد يجب أن يكون في سلسلة سكريات، وأحد هذه الثمالات السكرية هو N-acetyl neuraminic acid. يتم اختصار الجانجليوزيدات وتسمياتها جي هي جانجليوزايد، ام مونو بمعنى انها تحتوي على حمض نانا واحد نيورامينيك
ان اسيتانيورامينيك اسيد واحد، اذا كان في اثنين فبتصير داي، ثلاثه تراي الى اخره. اما لماذا الارقام واحد اثنين ثلاثه؟ فحقيقه يعود ذلك الى حركتها في الرحلان الكهربي. نحن نعلم أن الرحلان الكهربي تمشي فيه المركبات حسب شحنتها وحسب وزنها الجزيئي. من يمشي أسرع؟ يمشي الأسرع هو ذو الوزن الجزيئي الأقل، أما ذو الوزن الجزيئي الأكثر فيبقى في مكانه، لذلك نعطيه الرقم واحد GM1. لاحظ أن هذا وزنه الجزيئي أكبر من هذا وأكبر من هذا، لذلك GM1 GM2 GM3. مرة أخرى للتلخيص، جي جانجليوزايد، ام أحادي، ان أسيتال نيورامينيك أسيد، واحد هو حركته في الرحلان الكهربي. هل هذه المركبات بولار نان بولار أو أمفيباثيك؟ مرة أخرى هي عبارة عن جهة قطبية قليلة مع كم كبير من السلسلة الهيدروكربونية غير قطبية، وبالتالي هي أيضا أمفيباثيك، ولذلك هي أيضا تشارك في الغشاء الخلوي، ولكن انتبه أن الجهة السكرية دائما إلى السطح الخارجي من الخلية إلى الإكسترا سولولار فلويدز كما تشاهد هنا في السطح الخارجي، وهي المسؤولة عن الأنتيجينيسيتي أوف ذا سيلز ومنها البلد جروب. سنجد أنها لها دور كبير جدا في تآثر الخلايا فيما بينها، وخاصة خلال النمو والتطور سنجد أن لها دورا كبيرا في استمادة الخلية وفي ما يسمى تنبيغ الإشعار، أي الهرمون يرتبط أو عامل النمو يرتبط على سطح الخلية، وتساهم هذه السيراميد تحديدا كمرسال ثانوي. وبعض أنواع الزيفانات السمية مثل الكوليرا هي عبارة عن شكل من أشكال الجانجليوزايد اللي هو GM3 الذي رأيناه منذ قليل. هذا شكل لمجموعة أمثلة من الشحميات السفنجوزية أو السكرية، سفنجوميلين، سيراميد، فوسفيت كولين، طبعا هنا موجودة ضمن الغشاء، على خارج الغشاء تخرج هذه السلاسل، هذا الذي قلنا عنه منذ قليل، السيراميد مع هذا الشكل عبارة عن البلد جروب A الأنتيجين، البي يزال منها الفوكوز هنا. آخر صنف من أصناف الشحميات هي مشتقات الشحميات وطلائعها. لو أجرينا حلمها للمركبات الشحمية ما الذي سنحصل عليه؟ رقم واحد الفاتي أسيد، رقم اثنين الكحولات اللي منها الجليسيرول، لونج تشين فاتي أسيد الذي وجدناه في الشموع، الاستيرولات كما وجدنا في الكوليسترول، الفيتامينات A و D كما وجدنا في الشموع، والسفنجوزين كما وجدنا في السفنجوميلين وفي الشحميات السكرية. أيضا سنحصل على مركبات موجودة في الطبيعة ومرتبطة مع الشحميات في الطبيعة وفي الميتابوليزم والخصائص، حاول أن تتذكر قليلا منها قبل أن تظهر أمامك على الشاشة. السكوالين سنجده خلال تخليق الكوليسترول، الاستيرويدات هي أحد المركبات المرتبطة بالشحميات المهمة جدا وسندرسها في الجزء الثالث من هذه السلسلة من محاضرة الشحميات كيمياء الشحميات. لدينا الاستيرولات كأجزاء من الاستيرويدات، ولدينا البايل أسيد والاستيرويد هرمون، الكاروتينويدات، فيتامين إي، فيتامين كي، والأجسام الكيتونية، كلها مركبات موجودة في الطبيعة ترتبط مع الشحميات بالاستقلاب وببعض الخصائص. يعني على سبيل المثال الفيتامين إي وكي لا يمكن أن يمتص إلا بوجود دهون، ولا يخزن إلا في النسيج الشحمي وبوجود الدهون.
أيضا الستيرويدات تشتق من الكوليسترول الذي هو شكل من أشكال المواد المرتبطة بالشحميات في الطبيعة. الأجسام الكيتونية هي مصدر الطاقة خلال الصيام طويل الأمد، وهي أيضا تشتق من الحموض الدهنية. سؤال بسيط، أي من هذه الأجزاء نستطيع أن نسميه الصابونافايبل فراكشن أو الجزء القابل للتصبن؟ إذا عرفت الجواب فسيكون بإمكانك تصنيف derived lipids إلى صنفين، الجزء القابل للتصبن وهو كذا، والجزء غير القابل للتصبن. سندرس في الجزء الثالث من كيمياء الشحميات الاستيرويدات بأنواعها المختلفة. السكوالين سيمر معك لاحقا عندما تدرس استقلاب الكوليسترول. الكاروتينات والفيتامينات مرتبطة بالفيتامينات وسندرسها معها. أما الأجسام الكيتونية فسندرسها في الاستقلاب في الجزء الآخر أو في محاضرة أخرى. شكرا لكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم، وإلى اللقاء في الجزء الثالث من كيمياء الشحميات.